بسم الله الرحمن الرحيم. حاليا متواجدين في منطقة كاشوستو، طبعا تابعة لمنطقة يمرة. مثل ما انتم شايفين احنا الان داخل مجمع سكني مشروع اكوامارين. طبعا عندنا شقة معروضة هنا في الطابق الارضي مثل ما انتم شايفين، هذه الشقة راح نشوفها الان بالتفصيل وياكم في البلوك بي. طبعا شقة داخل مجمع سكني متكاملة الخدمات، والشقة جديدة زيرو. طبعا اول ما ندخل عندنا المدخل شرح ما شاء الله، عندنا مصعدين في كل عمارة. طبعا الشقة اللي معروضة في الطابق الأرضي 4 غرف صالة، مساحتها 194 متر مربع، فيها 3 دورات مياه وإطلالة جميلة على البحر. طبعا أول ما ندخل مدخل شرح جدا واسعة ما شاء الله تبارك الله. عندنا هنا الانترفون عن طريق الكاميرا، هنا عندنا دورة المياه الأولى. المساحة 194 متر مربع، عبارة عن 4 غرف وصالة. هنا عندنا الصالة، تمديدات المكيف موجودة فيها، مساحة كبيرة ما شاء الله تبارك الله. هنا مثل ما انتم شايفين الطلة مباشرة على البحر، راح نشوفها الآن بشكل أوضح من البلكونة. طبعا هنا الصالة مساحة كبيرة ما شاء الله، هنا منطقة مخصصة للطعام. هنا هذه البلكونة الأمامية، شقة على 3 واجهات، شقة ركنية، مساحة البلكونة أيضا جيدة. هنا الإطلالة الأمامية على البحر مباشرة. طبعا هنا على يسارنا الوادي، ما راح تكون فيه بنايات مثل ما شايفين، ما في شيء يغطي عليكم. هذه الإطلالة جميلة، راح تكون على الطبيعة أيضا أمامية على البحر. طبعا منها نروح للمطبخ. طبعا الشقة الآن باقي فيها تقريبا آخر اللمسات وتكون جاهزة بالكامل. هنا عندنا الغرفة الأولى، هنا عندنا دورة المياه الثانية الرئيسية، طبعا متكاملة وأيضا فيها نظام الجاكوزي. وهنا عندنا الغرفة الثانية، مطلات على الوادي. طبعا في الصيف راح تكون الإطلالة جميلة جدا، وفي الشتاء إطلالة على الثلوج والجبال. هذه الغرفة رقم 3، وهنا غرفة النوم الرئيسية الغرفة الرابعة، طبعا لها دورة مياه خاصة فيها مثل ما تشايفين متكاملة، ولها أيضا بلكونة خلفية وفيها تمديدات المكيف واصلة. مجمع سكني طبعا فيها مواقف سيارات، ألعاب أطفال، حراسة أمنية، مسبح، فتنس سنتر، جميع الخدمات موجودة فيها. وعمر الشقة الآن تقريبا 2 شهر. شقة زيرو. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.